الجيش الإسرائيلي موقعا مصريا بالخطأ قرب الحدود واعتذاره. If into 10 cities temporarily, temporarily, wink wink. وإعلان الجيش المصري إصابة أحد أبراج المراقبة بشظايا قذيفة إسرائيل. بعد خطأ حادث الحدود باسم يوسف ينفعل ونشر بوست عبر صفحته الرسمية فيسبوك كتب فيها: قصفت إسرائيل اليوم نقطة تفتيش مصرية داخل أراضي سيناء المصرية. هم بيقولوا إنهم عملوا كده عن طريق الخطأ. طبعاً الجيش الأكثر تقدماً والمدعوم من أمريكا في المنطقة مش عارف ينشن. هل تحتاج إلى رسم لذبابة صغيرة لاستهدافها؟ زي مثلاً الموجودة في المبولة العامة واللي بتمنعك من إنك ترش الماء على نفسك؟ بالغلط، بالغلط، زي قصف كنيسة أو مدرسة أو مراسل أو أجرؤ على قول مستشفى لعينة. لا، استنى، ده مقصود. عارف إنكم دولة شابة، أنا عندي 50 سنة تقريباً وشعري أكبر من معظم مستوطناتكم، أنت ليه مش بتكبر؟ اللعنة، العالم كله شايفك، شايف الصور دي؟ شفنا الفيلم ده قبل كده. استنى، انا بتكلم اصلا للشخص الغلط، تعال اتكلم مع باباك ومامتك. استنى، السيد رئيس الولايات المتحدة الامريكية اللعين السيد جو بايدن بيتسبب طفلك المدلل في عمل حالة من الفوضى اثناء الاشارة الى الاطفال الاخرين في الفصل. اتحكم بقى في طفلك السخيف، الطفل الصغير الكاذب اللي جاي من الجحيم.